اجتمعنا اليوم وكلنا فخر أيها الحضور الكريم، شاكرين إياكم على وعيكم بأهمية موضوع ندوتنا اليوم، ألا وهو التحصيل اللغوي للطبيب. أستغل الفرصة لأشكر الأستاذ الفاضل السيد محمد عبيدي وأشكره باسم جمعيتنا على قبول الدعوة وحضور معنا ليفيدنا بما أتاه الله من علم وخبرة. اسمحوا لي حضورنا الكرام أن أشد على يد زملائي وأنوه برئيسة جمعيتنا السيدة سميرة الإملاحي على مجهوداتها الجبارة وتضحيتها باسم باقي الأعضاء. إني لأهنئك على شخصيتك الطموحة وغيرتك الحارة على مدينتك وساكنيها. أقدم لك الكلمة سيدة الرئيسة